عشاء الأصدقاء، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم غنقترح عليكم واحد للامولاتي الفيلا اللي كتواجد في بريستيجيا، اللي المساحة ديالتها تبارك الله هي 485 مترو. كيف تتشوفوا معايا ما شاء الله، ديال لونتخي ديالتها رابورت برانسيبال ديالت الدار لتغاس فيغ ولا إسباس فيغ، شي حاجة اللي غزالة لانفستيسمون. كيف تتشوفوا معايا، أنا دي لونتخي الدخلة كاينة لكويزين. هادي قبل كانت تذكرة من ناس لظروف شخصية حاليا بغاو يبيعوها. كيف تتشوف معايا لكويزين إيكيبي بيان بلاسي، يعني تتبع بفراشها كاملة مكمولة. كيف تتشوفوا معايا، إن شاء الله غتجيب ساكك وغتدخل ولا تقدر تأنفيستي. كيف تتشوفوا معايا، كاين صالون تراديسيونيل، صالون تقليدي، ثم صالون عصري، صافو سيجور حتى هو عصري. كيف تتشوفوا معايا، المساحه تاع هذا العقار هو 485 مترو، تتكون من 5 ديال الغرف. ثم بالنسبه للريد جوسي كله دي صالون، وهذيك صال دو بان ديال لي زانفيتي. غادي نمشيو ليها، ندخلو دابا حاليا نشوفو هاد الخير ان شاء الله. لا بيسين كبير، وي ديسباس فيغ لي هي خضوريه وراحه نفسيه. عشاق الخضوريه هي هادي بلاصتكم بريستيجيا مراكش الغنيه على التعريف. كيف تشوفوا معايا ما شاء الله، هذه هي لا فيلا. كاينه فيلا هنا بوحده وهذه بوحده، وهذه هي اللي غادي نطلعوا دابا حاليا نشوفوا لي شومبر اكوشي. كيف قلت لكم تتباع بفراشها كامله مكموله. انا لالا مولاتي الزين والفراش والموقع، يعني لا بيتي تكري هاد الخير ان شاء الله تقريبا الليله اقل حاجه هي 3500 اللي هي 3500 درهم، هادي المينيموم يعني اقل حاجه. ثم سال دو بان دي زانفيتي ارا لي نعم سيدي، تروج بالمغرب صالة مقية ثم دي شومبر كاينين في البرومي ايطاج. البرومي ايطاج فيه 4 لي شومبر، وعاد كاينه شومبر ديال الغونجمون ولا تقدر ديرها ديال لابون كاينه في الفوق في التوازيام في الدوزيام ايطاج. شوف يا نعم سيدي لافي، انا نعم سيدي. كيف قلت لكم لابارتو الفيلا كتباع بفراشه، كيف شفتوها كيف غادي تبقى ان شاء الله. بالنسبه لهاد لا شومبر فيها الدريسينغ ديالها وفيها سال دو بان خاص بها. نشوفوا الدريسينغ ما شاء الله شحال كبير، يعني ساعه سعيده. الثمن ديال هذا العقار هو 460 مليون، شومبر رقم 2 كلهم كيطلوا على ليسباس فيغ بريستيجيا. فيلا كامله مكموله للبيع تبارك الله، ما عندي ما نقول، كلشي كتشوفوه في عينيكم، كلشي كتشوفوه بعينيكم، يعني ما عندي ما نخبي عليكم. صال دو بان او بيان تواليت، ثم شومبر الاولى شومبر الثانيه اللي هي الثالثه او الرابعه، حيتاش كاينين في ليطاج كاينين 4 ديال لي شومبر، عاد الشومبر اللي كاينه في دوزيام ايطاج ديال لابون. شوف لي هذا الخير ان شاء الله، الا شريتيه وبغيتي تانفيستي فيه يدخل لك فلوس
فلوس بينغا بينغا برستيجيا. بالنسبة للبرستيجيا فين جات؟ جات على طريق التحنوت تقريبا قرب نوريا الغنية على التعريف حتى هي. ثم شومبر الرابعة نسيت ما قلت لكم بني الشومبر اللي دزناها دابا حاليا اللي شفناها فيها سال دو بان خاص بها حتى هي. انا نعم اسيتي نطلعوا نشوفوا البالكون حتى هو. يا سلام ما شاء الله ندخل نخرج من هنا وندخل من هنا ولكن ما يمكنش نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للريزيدونس راه تري سيكوريزي راه معروفه معروفه بزاف مراكش. يعني اي واحد جيتي سولتي على برستيجيا غادي تسمع كلام زوين عليها ان شاء الله. المساحه ديال هذا العقار هو 485 متر 485 مبنيه فيه اير بلس دو او مبنيه ريد شوسي ثم كومي ايطاج والتوزيام ايطاج فيه شومبر وحده ثم تيغاس. كيف شتيها كيف تتباع بهذا الخير تبارك الله مع الاتات دياولها بونافير لانفيستيسمون. واي تساؤل كيطرح في الاذهان ديالكم اتصلوا بيا عبر الرقم اللي كيظهر في الشاشه ولا الانستغرام. ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ومرحبا بكم وساعه سعيده.